يقول: قرأت حديثا رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا خرج مسافة 3 أميال أو فراسخ. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وبعض العلماء يقول: لا بد أن تكون المسافة 80 كيلو، فهل في ذلك معارضة لهذا الحديث الصحيح الواضح؟ المسافة التي يقصر فيها المسافر اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، بعضهم يرى أنها مسيرة يومين للراحلة، بعضهم يرى أنها مسيرة 3 أيام للراحلة، بعضهم يرى أنها مسيرة يوم وليلة، فالمذاهب مختلفة في هذا نظرا لاختلاف الأدلة. والظاهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى ما يسمى سفرا، إلى ما يسمى سفرا في العرف، وما يؤخذ له رهبة السفر، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام بالسفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال في الصيام: من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. يتعلق الحكم بما يسمى سفرا مما يحمل له الزاد والمزاد. نعم.